السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس عاصم صفان ومكملين مع بعض بإذن الله بدورة بايثون بالعربي. ده الفيديو الثاني من سيكشن 7 اللي بنتكلم فيه عن الايرور والهاندلنج والديبالنج والتستنج والكود والكلام ده. احنا خلاص بقى كتبنا كل حاجة وبنتست وكده يعني، فايه بس عايزين نبص كده على حاجات بسيطة خالص. أول حاجة اللي عايزك تبص عليها هي حاجة هنتكلم عنها يعني، هي ايه البي دي بي أو حاجة اسمها بايثون ديباجر. ده لو أنت مثلا بتكتب أي كود، ولنفترض إن أنت عندك أكواد كتير جدا وبيحصل العمليات كتير جدا على المتغيرات ومش عارف إيه، وفي لحظة لقيت إن أنت عندك بيطلع ايرور. ففي الحالة ديت أنت بتحاول أنت مثلا إيه تتبع مسار الحاجه، مثلا تمشي خطوه خطوه كده معاها وتبدا تشوف الايرور جاي امتى والكلام ده، فبتستعمل البايثون ديباجر. يعني مثلا تعالى كده في الكود نبص، مثلا نفترض ان احنا معانا ايه ثلاث متغيرات اكس وواي وزد، كل واحد زي ما انت شايف كده، اول واحد انتجر والثاني ايه والثاني انتجر والثالث سترينج. لو انا جيت انفذ الاكواد ديت، هجمع الاكس على الواي واجمع الواي على الزد، فالاولانيه دي ما فيهاش مشاكل، انما الثانيه فيها مشكله اللي هي عشان خاطر بجمع الانتجر على السترينج. لو جيت انفذ ده كده، شلت الكومنت من عليه وجيت انفذه، هيطلع لي ايرور. طبعا ده ابسط مثال خالص. انت طبعا لو ماشي جوه اكواد ولا مش عارف ايه وموضوع كبير معاك شويه، هتلاقي ان انت ايه يعني مش بالسهوله دي. فانت المفروض انت عاوز تعمل ايه دلوقتي؟ عاوز ان انت بكل بساطه يعني مثلا تبدا تشوف ايه المشكله في الاكواد، ونفترض ان انت المتغيرات دي عندك مرت على عمليات كتيره فانت مش عارف هم ايه، فعايز تبدا تتبع مسارها. فبتستعمل حاجه مثلا زي البايثون ديباجر عشان تبدا تعمله. بتستعمل ايه؟ تعمل تكتب، هنعمل امبورت للبايثون ديباجر. البايثون ديباجر هو الكلمه بتاعته هي دي، هتكتب امبورت وبعد كده ايه البي دي بي. بي دي بي دي كده بايثون ديباجر، ننفذ عادي خالص كده، احنا عملنا امبورت للبايثون ديباجر. ايه بقى الفكره فيه؟ الفكره كلها ان احنا دلوقتي عارف ايه، وانا ماشي كده ان ايه ما عنديش مشكله هنا في الجزء ده، لحد الان ما عنديش مشكله، دي برنت عاديه خالص ولا حاجه. فممكن اجي بقى اعمل ايه، اجي هنا كده بعد بعد الجزء ده كده وابدا استعمل بقى الديباجر. الديباجر طبعا ايه زي ما احنا شايفين الدوكيومنتيشن بتاعته كامله، لو انت حبيت تبقى تبص عليها، وبالذات لو انت دخلت في مجال الويب وكده، يبقى يعني انصحك يعني انت تخش تعرف اكتر عن الديباجنج والكلام ده هيفيدك. بس عشان خاطر ما نضيعش وقت هنا كبير، فتعال نجرب مثلا اي ميثود معاها. احنا عملنا امبورت خلاص، تعال مثلا نستعمل الميثود زي ما احنا شايفين كل معانا. تعال مثلا نستعمل ايه الست ريز، اوريك بتعمل ايه. لو انا جيت هنا كده وحطيت ست ريز ديت وحاولت ان انا اجي انفذها بقى كده، الفكره كلها فين؟ ان انا عارف الوقت ان انا عندي المشكله هنا من اول السطر ده كده. لو انا جيت انفذ هلاقي زي ما احنا شايفين كده قدامي ايه، اول حاجه علامه النيم هنا ديت معناها ان ايه ان التنفيذ واقف. تمام، ليه بقى واقف؟ لان زي ما احنا شايفين كده فاتح لي البايثون ديباجر اللي هنا ديت، اي بايثون ديباجر، بيقول لك ايه، بيقول لك والله تيست، يعني اكتب هنا المتغير اللي انت عاوز تشوفه، عايز تشوف قيمته كام والكلام ده كله. يعني انا مثلا عندي مشكله في الواي والزد لان هم دول اللي داخلين لي حتى الان وبيعملوا مشاكل، فممكن مثلا اكتب هنا واي واضغط انتر، هيقول لي واي بكام، ممكن اعمل زد هيقول لي زد بكام، ممكن اعمل عمليات كمان اجمع واي على زد واعمل كل حاجه انا عايزها هنا في الديباجر، وهو موقف التنفيذ. يعني ده مالوش علاقه بالمتغيرات اللي عندي فوق، وهو موقف التنفيذ عشان خاطر يعرفني لحد ما وصلت لحد هنا الموضوع ده بيتم ازاي. لو انت بقى بتكتب الكود بتاعك على مثلا حاجه زي فيجوال ستوديو كود او اي برنامج اديتور عادي خالص، فانت هيبقى عندك اكستنشنز كتير ممكن تستعملها ايه لموضوع الديباجنج، اسهل بكتير وبتمشي لك خطوه بخطوه برضه. بس انا قلت لك انا ايه اعرفك حاجه، وفي نفس الوقت ايه دي يعتبر اكتر يعني موديول او باكج اللي خاصه بالديباجنج مشهوره تبع بايثون، فيبقى انت عندك علم بيها حتى بس ايه لو نظره عامه. وطبعا لو حبيت ان هي بس هتعمل كيو كده بالشكل ده كده وتعمل ايه انتر، هتكون انتهت. انا سيب لك الكومنت بس في الكود زي ما احنا شايفين عشان خاطر يبقى الموضوع بالنسبه لك بسيط. تاني حاجه عندنا حاجه زي مثلا باي لينت، دي مكتبه ممكن ما تلاقيهاش متسطبه عندك. لو حبيت تعمل لها انستول هتكتب بيب انستول باي لينت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هتفتح السي ام دي او التيرمينال بتاعك وتكتب بيب انستول باي لينت بالشكل ده. ايه بقى اللي انت ممكن تعمله بيه؟ اللي انت ممكن تعمله بيه بكل بساطه ان انت مثلا كتبت بايثون فايل، ركز معايا، بايثون فايل زي اللي احنا عملناهم احنا ايه في الفيديو اللي فات واحنا بنشتغل مثلا مع ومعرفك ازاي تعمل باكج وموديول والكلام ده كله. فانت كتبت اي فايل انت عاوزه وعايز تعمل بقى مثلا عليه تحليل للفايل، تشوف تحليل الاداء بتاعه والكلام ده كله. هتعمل ايه؟ هتستعمل الانستول على البايلنت، هي مره واحده خلاص هتبقى عندك على طول على الجهاز، مش كل مره. ده انت لو اول مره ممكن تعملها وخلاص بقى، بعد كده عايز تستعملها هتيجي برضه تفتح التيرمينال بتاعك وتكتب ايه باي لينت اللي هي الكلمه الاخيره ديت، وتكتب بعدها اسم الملف بتاعك دوت بايثون دوت بي واي اللي هو الاكستنشن يعني بتاع الملف. هيجيب لك بتاع تحليل عنه، بس طبعا تحليله بيجيب لك حاجات كده احيانا غريبه، يعني ممكن يقول لك ايه اسماء المتغيرات انت مش مسماها باحسن شكل يعني، وفيها نصائح مختلفه عن اصلا النصائح اللي هو ايه اللي الكوميونتي بتاعت البايثون بترشح بيه. انا مش عارف الصراحه ليه مشهور جدا بالنسبه تحليل يعني الكلام ده كله، بس مش مشكله ديك عرفت ايه اسمه، ان هو بيستعمل رقم بيحلل لك الكود بتاعك كده على السريع. ولو عندك مثلا ايه مش عارف فانكشن ما فيهاش دوك سترينج، ما يقول لك انت مثلا مستعمل الكود كده وخلاص من غير ما تحطه مثلا في فانكشن معينه، الكلام ده كله هتلاقيه يعني بيطلع لك عليه ايه
بيديك عليه تقييم كده، وانت كل ما بيقول لك المشاكل عندك فين بالظبط في الكود، وكل ما بتحسن حاجه في الكود بيبدا ايه يزود لك، لما ترجع ترن السطر تاني اللي هو بتاع باي لينت مثلا واسم الملف يبدا يحسن لك في الكود بتاعك شويه. تالت حاجه معانا وهي اليونت تيست، باكج برضه بتستعمل عشان خاطر تعمل تيست للكود بتاعك. اليونت تيستنج انا كنت ممكن ان انا اكلمك عنها باستفاضه، لكن انا شايف ان هي ايه مش مهمه لكل الناس اللي هي في المجال. يعني انت مثلا لو انت دخلت تراك الويب، اليونت تيستنج بالنسبه لك هيبقى كويس جدا، هيفيدك وانت بتعمل مثلا ايه شغل الباك اند الموقع والكلام ده كله، هيفيدك ان انت تبقى متاكد ان كل حاجه شغاله تمام. وطبعا بينفع في حاجات تانية بسيطه، بس انا مش عايز اخش في هذا باستفاضه قوي. يعني ده كده كان نظره عامه عن الاساسيات لغه برمجه بايثون. بالنسبه لك لو انت شخص جاي تتعلم بايثون بس، فانت كده خلاص الدوره بالنسبه لك اكتملت خلاص. ممكن بقى تروح تشوف مثلا لو انت بتتعلم مثلا ويب، تشوف جانجو، تشوف فلاسك اللي هي فريم وركس بتستعمل مثلا اللي هي بتعمل مع الباك اند للمواقع. لو انت مثلا مهتم بالسايبر سكيورتي او الهاكينج او كده، ممكن تروح تشوف المجال بتاعك برضه هيفيدك على طول كده. انت خلاص بقى عندك اساسيات قويه جدا بالنسبه للبايثون. لو انت بقى بتتعلم داتا ساينس او بتتعلم ماشين ليرننج او كده، انت هتكمل بقى معايا ايه، هتلاقيني مكمل معاك لسه بنتعلم كمان باستفاضه اكتر الفور لايبرز هنحتاجهم واحنا شغالين على ايه، واحنا شغالين مع الداتا ساينس. فانت هتكمل انت معايا بقى خالص، هنبدا بقى نشتغل ايه في التراك بتاعنا الماشين ليرننج، والدنيا تبقى تمام ان شاء الله. اتمنى طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك جميل واشتراك في القناه، وعايز تقييم للدوره يعني قول لي رايك فيها بس في كومنت تحت. لو ما عندكش اي مشاكل يعني اكتب في كومنت تحت، لو عندك اي مشكله ممكن تبعت لي رساله وتقول لي مثلا عندي مشكله في كذا، ما فيش اي مشاكل يعني ان شاء الله ايه هنحاول نساعد بعض يعني. بس كده، وزي ما احنا متعودين اي حاجه عايز تستفسر عنها ممكن تستفسر عنها في كومنت تحت، او تكتبها في على الجروب الخاص مسار المشين ليرنينج على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.